السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى لا فيديو اليوم اكيد تلقاكم باتم الصحه والعافيه. سمحوا لي عاوتاني في الطوموبيل، ما عنديش الوقت فين ندير لكم لي فيديو، كندير لكم لي فيديو في هلكة، وخصوصا الا كانوا فيديوهات اللي كما كنقولوا باغيهم الوقت. نتوكلوا على بركه الله ونصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لا فيديو ديال اليوم كما قلت لكم جابتها الوقت، جابتها الظروف، بحكم ان بزاف ديال الناس كيتواصلوا معايا في الواتساب يقول لي اختي امي عيطوا لنا باش نسلموا في السكن الاقتصادي. عندي بعض النقط مهمه جدا وكنتمنى انها تفيدكم، وشكرا لكم. ما تنساوناش باللايك وكذلك بالبارطاج وكذلك بالتعليقات، لان صراحه الفيديو مهم جدا. ولا كنتي انت اخويا ولا انت اختي عارفه المعلومه فلا باس انك ما تبخلش بالبارطاج ديالها على اشخاص اخرين اللي ما عارفينهاش مساكن، وتا كيتواصلوا معايا تا كتجيهم الضعيره تا كنخلصوا فليسات صحاح، عاد كنقولوا ويا ريت كون كنا عارفين. وبزاف ديال الناس غياكدوا لي هذه المعلومه في التعاليق لتحت. يلا نتوكلوا على بركه الله ونبداو الموضوع. اول حاجه ملي كيعيط لكم البروموتور وكيقول لكم لابارتمون ديالكم راها وجدات، اجيو باش تدوزوا عند النوطير. وميسك شنو غادي نديروا؟ وفي هذه الحاله لالا ولا سيدي خصكم تكونوا موجدين البنكا، موجدين الفليسات، حيت ماشي كاين اللي كيقول لك لا غندير كومبرومي دو فونت وانا باقي ما واجدين ليش الفلوس ونقول البروموتور يسبب عليا. هذه كتبقى مساله ديال التفاهم. انا غنقول لكم الواقع شنو خصو يكون وشنو خصكم ديروا. تفاهمنا على هذه المساله؟ ملي يعيط عليك لالا اولا سيدي البروموتور خصك تكون موجد فليساتك باش غدوز عند النوطير غدير الكومبرومي دو فونت. اول حاجه بالنسبه للكومبرومي دو فونت تفاهموا مع لي نوطير، الله يرضي عليكم. كما كنقولوا اللي عنده فمو ما عمره كيتلف، سولوا على راسكم. سو انا شوف انا ماشي كنقول لكم لي نوطير كلهم ما يسوا ما يصلحوا، اذا انت انا ما نسوا ما نصلح. لا، كاين ولاد الناس وكاين ولاد الحلال وكاين اللي كيقول لك الله يجعل الغفله بين البيع والشاري، الله يجعل الغفله بين الشاري والنوطير. تفاهمنا على هذه المساله هذه؟ يلا ندوزو. غنمشي عند النوطير غنكون معول انني غنخلص، حيت كاين اللي كيقول لي لا انا الفلوس نحطهم عند النوطير. لا، كاين لي بروموتور اللي كيقول لك الفلوس غتحطهم عندي. كتحط الفلوس عند البروموتور وكتمشي ديبلاصا عند النوطير كيدير لك الكومبرومي دو فونت. الكومبرومي دو فونت عندكم جوج حالات، يا اما كتفاهموا معاه على الخلاص ديالو، وكنتمنى حيت هنا في طنجه سبحان الله الثمن زايد، كنتمنى انكم تقولوا لي ما ديباسيريش 1500 درهم، حيت كاين اللي كيدير الكومبرومي دو فونت في مكناس فاس غير 800 درهم. كاين اللي كيديروا ب 1000 درهم، هنا في طنجه كاين اللي كيديروا ب 2000 وكاين اللي كيتقي الله وكيديروا ب 1500 ونتمنوا على الله خير. 1500 درهم كاين اللي كتخلصها له هذيك الساعه، عاد من بعد كتقول لي تتوجد، دابا ما عنديش لي فخي ديالك ان شاء الله تتوجد وهذيك الساعه نخلصك. وتفاهموا معاه على كل شيء من الاول، ماشي تيبدا الاجراءات عاد تقول له ولا راه فلان دا ولا فلان دا. شوف انت في ديك الحاله كتمثل راسك. غنهضر على راسي انايا. انا بالنسبه لي النوطير ما غنديرش كريدي، يعني ما غيكونش عندي مشاكل اخرى، انا ما غنديرش كريدي. تحفيظ 3% تسجيل 3%، حيت في الاوقات العاديه ماشي سكن اقتصادي الدوله كتعطيك 4% ديال التسجيل. تسجيل 3% تحفيظ 1.5%، يعني عندنا واحد 4.5 ديال الدوله، وديك الساعه غتحسبوها بالوراق بالكالكولاتريس، وديك الساعه غيقول لكم كاين واجبات التنبؤ واجبات الرهن عند المحافظه وداك الشيء كامل 500 درهم 500 درهم ما غيديباتش 1000 درهم. فهمتوني؟ هضروا معاه واقعيا، قول لي حنا في هاد الظروف هادي انتم تبارك الله النوطير راه غيجيو عنده واحد بزاف ديال الناس تبارك الله في نفس الوقت اولا، هادي كما كنقولوا حنا دابزوا على حقكم. هذا اللي غنقول لكم انايا، دابزوا على حقكم. نورمالمون هادشي كامل اللي كنقول لكم بالكومبرومي بفونت وبكلشي ما خصوش يديباسا جوج المليون، ومن الافضل يكون غير 18000 درهم وشي حاجه، باش نجيكم واضحه لان وهما بيديهم راهم عارفين. وهذا هو اللي كان كيجعل شي وقيته لي نوطير، كاين واحد القانون ديال لي نوطير وقولها لهم هما يكذبوني، انهم عندهم الجمعيه ديالهم صحيحه، ان كاين واحد المشروع قانون راه باقي في الدهاليز البرلمان باغيين يديروا لهم ان النسبه كل ما ديباسات واحد المونطون ديال 50 مليون ها شحال خصهم ياخذوا، كل ما ديباسا فوق 50 مليون 100 مليون ها شحال خصهم ياخذوا، وهما ما بغاوش داك الشيء ما قابلينش عليه باش كيخليو الله يجعل الغفله بين البيع والشراء. هذه الهضره هذه كاين بزاف ديال لي نوطير ما غيقبلوهاش مني، ولكن انا كنقول الواقع. ماشي البروموتور
او لا العقار البناء غالي حتى حنا نغليو الثمن رغم ان حنايا ما غنديوش معجزه غنحطوها باينه غنمشيو نديو هاد الوريقه غندفعوا هاد الوريقه غنصايبوا هاد الوريقه يعني داكشي كامل راه ما غيديباسيش واحد المونطون ديال اما على بابا 1500 درهم غتزيد المبلغ ديالك انت ولكن ولا اله الا الله محمد رسول الله. انا بغيت نقول لكم هذا الشيء باش تعرفوا تسجيل 3% بالنسبه للسكن اقتصادي اللي ديكلاراسيون 25 مليون تسجيل 3% تحفيظ 1.5% يعني كضرب داك المونطون ديال 25 مليون كضربها في داك التسجيل والتحفيظ كيعطيك واحد المونطون كتزيد عليها التنبه وكتزيد عليها شي حاجه وكتزيد عليها ديك 1.5% ديال النوطير ولا 1% ديال النوطير على حساب كاين اللي ما كيوصلش حتى ل 1% هذه من جهه. ابخي ها انت درتي الكومبرومي دو فونت كاين اطلبوا من النوطير خصوصا بالنسبه للنازل على بابا غتقول لي عافاك الله يجزيكم بالخير ديروا لنا الورقه ديال الموضوع الله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه للناس اللي عايشين على بابا ما تمشي من المغرب حتى تدخل الموضوع بسميتك راك عندك سكن اقتصادي الله يرضي عليكم. وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم الملك وبغاو ياخذوا سكن اقتصادي وخداوه وكما كنقولوا حنا تزرفوا ما كانوش عارفين ملي تمشي عند النوطير قول له شوف الله يرضي عليك دير لي واحد الطلب لانني انا ديجا عندي السكن باش تخلص غير ديك 5 المليون حيت الا ما درتيش داك الطلب وما وراكش النوطير شنو دير ومشات تدفعوا لدار الضريبه غادي تخلص زياده غتخلص الضعيره البيناليتي الضعيره وغتخلص تقد توصل لك حتى ل 7 المليون مع انت ديجا عطي نوار بلا ما نزيدو نفهموا غتصدق راسك وصلتي ل 40 مليون وزياده وكون خديتي في مويان ستوندينغ احسن لك من داك الشيء تفهمنا على هاد المساله هذه. حاجه اخرى ها انت ها انت تفهمتي على هاد المساله ها انت مشيتي عنده ضروري ومؤكد ما تطلب دخل الورقه ديال الموضوع دخلوا الورقه ديال الموضوع ما يقول لكم شي حد لا تصيف عاد رجعوا راه الدوله كتاخذ بعين الاعتبار التاريخ فاش شريتي لابارتمون داك التاريخ خصو يكون هو نفسه اللي دخلتي فيه الموضوع. الناس ديال على بابا غتقول لي الناس هنايا خصكم ديروا لاكارت ناسيونال على حساب الدار ديالكم. الناس ديال على برا خصكم واخا ما تبدلوش لاكارت ناسيونال ديالكم ولكن حيت عندكم الحجه عندكم الوريقه ديال انك على برا تفهمنا على هذه المساله هذه ما يجيش شي حد وحاجه اخرى يقول لي لا وانا ما فراسيش علاه كنقول لكم بارطاجيو باش المعلومه تعم. انا كنشرح لكم داكشي بسيط بدون اللغه ديال القانون غتمشي تشري غدير الوعد بالبيع قول النوطير انا عايش على برا ما يمكنليش نبقى هنايا شهر بدا ما يوجد بدا ما تصايب داكشي ديال التي فيا وداكشي توجد اعطيني الورقه باش ندخل الموضوع ديالي غيعطيك الورقه باش تدخل الموضوع ديالك سير في البلاصه دخلو شحال ام مسك هنا في طنجه رجعوا كيدخلوا 1050 درهم خصك تاخذ الفلوس ديال البروموتور انت خلصتي غتمشي تخلص فلوس النوطير غتخلص عام ديال السنديك كاين لي بروموتور اللي كيديروا 200 درهم للشهر يعني عندك اسيدي 2400 درهم تسانديك 2400 درهم تسانديك هادشي كلشي كتبوا ورقه وسيلو 2400 درهم تسانديك كاين اللي كيدير 150 درهم على حساب 2400 درهم تسانديك 1050 درهم د المكانه د الموضوع غتمشيو تعطيوها لهم لا غد لي غيركبوها لكم تفهمنا عاد فلوس النوطير يعني واحد تقريبا حنا نتوما عولوا على 2 المليون د النوطير 2 المليون على 2200 ديال 2400 ياك 12 شهر 2400 على 1050 درهم يعني خصكم على الاقل تجيبوا معكم واحد 2 مليون ونص هادشي غير لي فري ديال السنديك والنوطير وسميتو والمكانه ديال الموضوع تفهمنا وملي تصايبوا هادشي كامل الله يرحم لكم الوالدين سواء المغاربه المقيمين في المغرب اولا الخارج المغرب الله يرحم لكم بها الوالدين اين فوا تكملوا 4 سنين انا كنعاود نقولها ونعاود نقولها ما يبقاش يقول لك لا وباقي الحال لا وماشي مشكله تعطلتي الله يرضي عليكم ملي دوزوا 4 سنين في البارطمان باش تصلحوا وتكريوها وديروا المسائل ديالكم كامله سيروا ديروا رفع الرهن غتسولوا لي امس كيفاش غنديروا لها رفع الرهن كيطلبوا منكم الريلفي ديال من نهار اللي سكنتي حتى لدابا كل مدينه وهي ديال الموضوع وشهاده السكنه هادي بالنسبه لي ساكن هنا اما شهاده اداريه شهاده اداريه اما بالنسبه لكم نتوما الناس اللي عايشين على برا راه الباسبور ديالكم وهذه ديالكم راها كافيه
غير جيبوا الاستهلاك ديال المواد الضوء. والمواد الضوء كافي الاستهلاك ديالو كيبين واش هي كيبين. وحاجه اخرى حتى الا كنتو كتستهلاك طالع نازل قول لهم الوالد والوالده انا شريتها اصلا باش يسكن فيها الوالد والوالده، من حقكم عندكم الحق يسكن فيها يا الوالد يا الوالده يا اما الفروع او الاصول. شنو معنيه الفروع؟ الفروع هما وليداتكم والاصول هما باكم وامكم، فهمنا؟ باش نكونوا على بينا من امرنا. غتقول يا امي واش من حقي نكريها؟ غتقول لك امي القانون كيقول لك ممنوع انك حيت هي الدوله دايره لك، ومني كتخرج شهاده الملكيه كتخرج لك شهاده الملكيه راهن من الدرجه الثانيه ديال الدوله، انكم ملي كتفوت هذيك 4 سنين كتمشي تطلب رافع الرهن ديال الدوله، ممكن يديرها لك نوتير كما ممكن تكلف بالمسائل ديال الاجراءات ديالك انت كامله، كتخلص واحد 500 درهم عند المحافظه. فهمنا الاخوان؟ واي سؤال انا موجوده خليه في التعليق لتحت. الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم، راه معلومات مهمه خصوصا ان بزاف الناس غيتسلموا لي زابارتمون ديالهم في هذه الايامات هذه. ومبروك مبروك مبروك على الناس ديال العاليه غارديان، راه عيطوا ليهم راهم كيعيطوا بفوج بفوج. الله يسخر لكم والله يسر لكم الامور، وحتى اللي ما يمكنلوش ينزل ما فيها باس يعيط على اختي مريم ويقول لها شنو كاين شنو كاين، من لهنا شهر غننزل في راس العام غننزل. المهم ماشي تبقاو ساكتين، عيطوا ليها وقولوا لها اختي راه ما عندناش العطله ديال الدراري، راه ظروفنا لا تساعدنا، حنا صحابنا في شهر 8 كنا معوي على شهر 8، دابا كتب اللي كتب باش تتوجدوا في لساتكم. وهذا ما تهبطوش ما موجديش في لساتكم، وجدوا في لساتكم وهبطوا والله يسخر لكم ومباركم سعود عليكم. وان شاء الله تكون دخله كما كنقولوا حنايا ديال تيسير الامور، وتكون هذيك البرطمه العتبه ديال الخير والتيسير لكم جميعا، والله يسهل عليكم والله يفتح لكم باب الخير. والسلام عليكم. تفهمنا النوطي ما تفوتوليش 2 مليون فيها الكومبرومي دفونت فيها كل شيء، راه هي كتطلع رخيصه تفهمنا عليها. ملي تفوتوا 4 سنين سيرو ديروا رفع الرهن، ما تقوليش واخا تكون عايش في كوالالمبور واخا تكون عايش في هاواي، اجي خذ واحد 10 ايام ديالك واجي تكلف اولا كلف شي حد اللي هو يصايب لك هذا الشيء كامل الله يرضي عليكم، باش ما تخلصش الضاعره زايده للدوله، خصوصا ان الدوله كتقلب غير ملي ندخل الفلوس. حنا داخلين على 2030. تفضل. وهذا الخطاب هذا موجه للناس ديال السكن الاقتصادي، عندك الناس اخرين يشدوه ويجي يقولوا لك شي نهار قلتي لنا لا، هذا ديال السكن الاقتصادي. وكذلك بالنسبه للناس اللي واخدين الدعم ديال 7 مليون وديال 10 مليون، حتى هكا حتى هما ما خصهم يديروا رفع رهن الدوله، فهمتوني؟ ولكن الثمن هذا ديال السكن الاقتصادي اكيد. انا قلت لهم ديال 25 مليون لابارتمون لي ديكلاراسيون 25 مليون. اما السكن اخر اللي كيفوت تسجيل وتحفيظ راني ديجا شارحه في الفيديو 70 وكذا، كيفوت 50 و60 وكذا، راه كل واحد عنده الثمن ديالو. صافي الاخوان صافي الاخوات، وخليو لي في لي كومونتير اللي وصل معايا لهذ اللحظه هذه يكتب لي في لي كومونتير. شكرا لكم الله يرضي عليكم، راه التعاليق واللايكات راه كيخليو الفيديو يطلع. وصراحه انا كنتلقى بناس اللي فعلا الحمد لله الحمد لله كيبردوا عليا وكيقول لي استفدنا منك بزاف اختي هدى. شكرا لكم والسلام عليكم والى فيديو مقبل ان شاء الله.